السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الضغط. الضغط هو عبارة عن مقدار القوة الموجهة من المادة على وحدة المساحة. مثال على الضغط، إذا كان عندنا كتلة وزنها بيساوي 60 نيوتن، وهي بترقد على جانب مساحته 6 متر مربع، إيه هو الضغط الموجود على السطح؟ زي ما قلنا، الضغط بيساوي القوة على المساحة، يعني 60 نيوتن على 6 متر مربع بتساوي 10 باسكال. طيب لو اتكلمنا على نفس الكتلة وزنها 60 نيوتن برضو، وهي بترقد على نهايتها مساحتها 1 متر مربع، ايه هو الضغط الموجود على السطح؟ الضغط القوة على المساحة، يعني 60 نيوتن على 1 متر مربع هتساوي 60 باسكال. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان نفس الوزن اختلفت المساحة اختلف الضغط. وزي ما احنا شايفين في الصورة، الناس اللي بيناموا على المسامير والبالونة الموجودة على المسامير، ليه الناس دي ما بتتأثرش بالمسامير اللي هي موجودة؟ لانه استعملوا قانون الضغط اللي هو القوة على المساحة. كل ما زادت المساحة قل الضغط. تجربة عملية، مجموعة من البيس وبالونة، هنضغط على البالونة طبعا نظرا لزيادة مساحة المسامير، البالونة مش هتفرقع معايا مهما ضغطت عليها، لو هي مختلفة حالة النقل المساحة هيزيد الضغط. الضغط الجوي هو الضغط الذي يوجهه الهواء الجوي على أي جسم في الغلاف الجوي، ويسمى بالضغط البارومتري. وقياس الضغط الجوي يعادل وزن عمود من الزئبق بطول 76 سنتيمتر في أنبوب زجاجي مقفل من أعلى ومفرغ من الهواء. أما الطرف السفلي للأنبوب فهو مفتوح وموضوع في وعاء يحتوي على زئبق. والضغط الجوي بيتناقص بالارتفاع عن سطح البحر، ويبلغ عند سطح البحر 1 ضغط جوي أو 1 بار. الضغط المطلق هو مجموع الضغط المقاس والضغط الجوي. الضغط المقاس هو الضغط الذي يسجل بجهاز ما فوق الضغط الجوي، يعني الضغط الجوي بيساوي 1 بار. الضغط المقاس بيبدأ من 1 بار، الزيرو بتاعه بيكون عند 1 بار ضغط جوي. التخلخل هو الضغط الذي يسجل بجهاز ما تحت الضغط الجوي، ويعبر عن قياس الضغط من الناحية العكسية للضغط الجوي. التخلخل بيساوي الضغط الجوي ناقص الضغط المطلق. وحدات قياس الضغط، طبعا في وحدات قياس كتير قوي زي البي اس اي، ملي بار، بار، باسكال، كيلو باسكال، ميجا باسكال، وحدات كتير جدا، لكن في النهاية الغرض واحد. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ومنتظركم في الحلقة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.